جدا، سواء على مستوى المنافسه الاوروبيه او حتى على المنافسه على الدوري الانجليزي. كلها فرق يعني ذهبت رغم ان عندها من الامكانيات الماليه وعندها من التاريخ وعندها من الجماهيريه والشعبيه وعندها من صناديق الاستثمار او حوافز استثماريه ما يؤهلها للعوده بسرعه، لكنها خرجت ولم تعد. لا اعتقد برشلونه لا ينطبق عليه الامر ده، لان برشلونه عنده اهم مدرسه لانتاج المواهب في العالم. يعني برشلونه حتى مع الضغوط لمسيه لمسيه طبعا قادر طوال الوقت تفرز لك ناس، يعني مع يعني لما بتقدم لك لاعب 16 و17 سنه هو موهبه خارقه، يعني بعد الموسم الاول ليه بتلاقي سعره 120 و140 و150 مليون كقيمه تسويقيه، فانت قدام مدرسه استثنائيه مفيش شبيه ليها في العالم، فقادره تنتج طوال الوقت بدايل وتعوض فكره الازمات الماليه وعدم قدرتك على جلب صفقات قويه. لكن انا بشوف زي ما قلت انك هتتعب في انك تجري ورا ريال مدريد، يعني هيبقى عندك القوام القوي، وربما لما مدريد بيرتفع بمعايير الليجا بيدفعك ان انت تجري بشكل اسرع شويه. انا بشوف ان برشلونه المواسم اللي جايه هيبدا يرتقي وهيبدا يعلى، واللعيبه هتكتسب خبرات وهتتطور. رهانك بس على المواهب اللي بيفرغها بالظبط وعلى المدير الفني اللي هيتم اختياره، يعني يمكن يمكن تشافي كان في عجله في الاطاحه بيه لانه انسب عقليه تدير برشلونه في الوقت ده مقارنه بالاطروحات الموجوده، يعني حتى يورجن كلوب غير قادر على العمل بالهويه اللي تميز بيها برشلونه طوال الفتره الماضيه، فاعتقد انه كان من الخطا الاستعجال برحيل تشافي. يعني حتى وان كان في عوده بس خلينا متفقين لن تكون في القريب العاجل، يعني مشوار برشلونه لا مش هتكون حتى عود مش في القريب العاجل بالظبط، لا هيكون في تعب شويه وانت بتجري ورا ريال مدريد. لسه هفضل اقولها، برشلونه الموسم الجاي هيبقى كويس، هيقدر يبقى كويس، لكن هيتعب جدا جدا انه يجري ورا كيليان امبابي، صعب جدا تجري وراه. قياسا على ده مش قصدي حاجه والله، بس قياسا على ده الجاب مثلا لما نبص في مصر هنا في ال 20 سنه كنا بنقول دايما ديربي، كنا بنقول قمه بين الاهلي والزمالك، لكن لما تبص على الارقام والاحصائيات هتلاقي انه الاهلي في ال 20 سنه اللي فاتت دي خد خطوات عملاقه صحيح ومنفرد الحقيقه عالميا وقاريا ومحليا بدرجه صعبت بشكل كبير جدا، واقتصاديا بدرجه صعبت بشكل كبير جدا. يعني دايما النهارده الجماهير اللي بتتفرج على كوره من 20 سنه تقول لك ان المنافسه في مصر النهارده بقت على المركز الثاني، زي الدوري الالماني مثلا كده، الاهلي يغالد منفردا والمنافسه الحقيقيه بتبقى بين فرق الدوري كلها على مين هياخد المركز الثاني. دي حقيقه، يعني خلينا برضو نستشف ان الكلام اللي احنا شفناه ده معظم الاقاويل اللي بتقال خلال السنين اللي فاتت وبتطلع من ناس ذو قيمه على التلفزيون وناس من الادارات ان النادي الاهلي هو النادي الدوله، النادي اللي بيروح له الفلوس كلها. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في ريال مدريد وبرشلونه، تمام، دول قطبي الكره الاسبانيه، ان لم يكن كان في عقد كامل من الزمن دول كان رقم واحد ورقم اثنين في العالم لفتره رونالدو وميسي. طب ليه برشلونه دلوقتي 270 وريال مدريد 727 وبرشلونه هيتقلص كمان هيبقى 204؟ طب ما نيجي نبص للاحصائيات هنلاقي ان برشلونه زي ما احنا اتكلمنا وفي بدايه الحلقه وقلنا ان عشان العوائد بتاعه برشلونه اقل، لان برشلونه لم يصل الى كاس العالم للانديه، لم في خلال اخر خمس سنين لم يتواجد في الادوار الاقصائيه لبطوله الشامبيونز ليج، سنتين من دور المجموعات بيخرج، سنه من دور 16، سنه من دور سنتين من دور الثمانيه، ولا حتى يوروبا ليج بيوصل حتى السيمي فاينال وخارج من اندراخت فرانكفورت في سنه من السنين. انت بتتكلم على ريال مدريد، ما تنساش كمان مشروع سانتياغو برنابيو، دي حاجه مع نص مليار تقريبا تكلفه الملعب الجديد. هل بقى ان ريال مدريد وقتها ان عشان الرعاه كلهم بيروحوا ريال مدريد علشان ريال مدريد حلو وبسكر؟ لا مش، والاهلي ما كانش بيروح للرعاه عشان حلو وبسكر، الاهلي علشان الاهلي دائم التواجد في بطوله كاس العالم للانديه ويشرف مصر في بطوله كاس العالم للانديه، وهو واجهت مصر الاولى في كاس العالم للانديه، الاهلي بطل افريقيا ومتواجد في سيمي فاينل في افريقيا وخمس سنين على التوالي بتوصل سيمي فاينل واربع سنين بتخسر منهم نهائي واحد بس. صحيح. ده إن دل فيدل على ان بالارقام والاحصائيات وبدليل ما لا يدع مجالا للشك بالارقام اللي قدامنا دلوقتي من الصحف الاسبانيه ومن من المراصد اللي هناك او من المصادر اللي هناك، دي كلها بتؤكد ان هي بالارقام يا جماعه مش مجرد فهلوه هنطلع نقول اصل هم بيروحوا للاهلي علشان الاهلي هو اللي بياخد كل الرعاه. طب ما انت اجتهد واعمل زي الاهلي هتاخد الرعاه وهتاخد كل حاجه وهتبقى جميل برضه انت كمان. طيب اعدي سريعا على نتائج امبارح كانت متوقعه بالنسبه لكم، يعني تخطي دورتموند لعقبه اتلتيكو مدريد